بدعوة من المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، خرجت اليوم في مدينة تعز مسيرة جماهيرية كبيرة احتفاء بثورة 26 من سبتمبر ودعما لعملية استكمال التحرير ورفضا للميليشيات الحوثية الإرهابية وتأكيدا على جمهورية اليمن ولا يمكن عودتها للملكية الكهنوتية. هذه المسيرة هي تأكيد الاصطفاف الشعبي العارم مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهدف واحد، ألا وهو دعم مساعي تحرير العاصمة صنعاء من أيدي أذناب الاستعمار وأذناب الإمامة. فالاستعمار والإمامة هو مشارك في عصر الظلام والقهل الذي ساد قبل ثورة 62. المقاومة الشعبية هي الحصن المنيع وهي الحاضنة التي بثق منها الجيش الوطني وكل مؤسسات الدولة، كان لها الكلمة الأولى والطلقة الأولى في استعادة وبناء هذه المؤسسات التي اليوم نتشرف بها جميعا. المقاومة الشعبية ليست بديلا عن كل مؤسسات الدولة بل هي الرديف لها، ستكون لها الكلمة الفاصل إن أراد أحد ما أن يفكر باقتضام هذا الوطن، وإن انحنى أحد من هؤلاء فإننا قادرون ومستعدون لكل لأسوأ الظروف التي قد يمر بها الوطن. لا تفاوض لا تبرير، احنا مطلبنا التحرير. دعت المقاومة بمسيرتها اليوم كافة أبناء الشعب اليمني وقواه الوطنية إلى العمل كفريق واحد لخوض معركة التحرير ودعم الجيش الوطني وتحويل كل الأدوات الشعبية إلى مقاومة تشعلها نارا على الإمامة، كما أكدت على أهمية معركة الوعي للشعب والأجيال لاستعادة الذاكرة الجمهورية وتحشيدها روحيا وفكريا وثقافيا. فالمعركة مع الجماعة السلالية معركة وعي ومعرفة بقيم الإسلام الوسطية الذي جاء لنشر قيم الحرية والعدالة والمساواة للناس كافة، كما أكدت على أن جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام والحرب لديها عقيدة، وأي سلام لا يكون عبر شروط الشعب وينطلق من المرجعيات الثلاث المعتمدة دوليا وشعبيا هو سلام عبثي ومضيعة للوقت ومرفوضا لأنه ضد استقرار الوطن. سيظل الشعب اليمني كله مقاوم، يساند الجيش اليمني ويساند السلطة الشرعية حتى تحرير ربوع اليمن شبرا شبرا والتخلص من هذه البيئة الباغية الطاغية الإرهابية فئة الحوثي أحباد الإمامة. الحرية والكرامة والعدالة والمساواة جزء من عقيدتنا، وهي ما أتت الثورة 26 من سبتمبر لتحقيقها، لذا يجب الإيمان بها والتمسك بثوابتها والعمل لتحقيق أهدافها. وإن قدمت التضحيات فالطغاة لا يمنحون الحقوق بل تنتزع منهم بالقوة، هذا ما تقوله المقاومة الشعبية. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.